فعندنا هنا ايه مقاديرها بقى؟ عندي هنا كوبايه دقيق سميد، كوبايه دقيق ابيض، ربع كوبايه من الزيت، معلقه خميره صغيره، معلقه سكر، فانيليا، كاكاو، جوز هند، شوكولاته، شربات طبعا العادي خالص. معانا المقادير على الشاشه اهي، يا ريت تصوريها. كوبايه دقيق واحده، كوبايه دقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، كوبايه دقيق سميد اللي هو دقيق بسبوسه، رشه سكر او معلقه سكر صغيره، معلقه خميره صغيره، شويه فانيليا، باكو فانيليا مثلا كده، عجنهم مع بعض، ربع كوبايه من الزيت، واعجن بميه. هروح واخده جزء من العجينه ده شايلاه، والتاني هحط عليه معلقه كاكاو، هتشوفي دلوقتي. واروح شايله منها جزء وحاطه كاكاو على الجزء اللي فاضل، ممكن معاه نقطه ميه مع معلقه الكاكاو اللي هحطها نقطه ميه. بصوا كده انا حطيت ايه، معلقه كبيره من الكاكاو، تمام، ونقطه ميه معاها. احنا هنعمل حلقه، انا عارفه البوظه اللي هي الايس كريم، ان شاء الله هنعمل حلقه في ناس كتير بيقولوا عليها بوظه، يعني هنعمل حلقه ايس كريمات كلها تاني. انا عملتها بس عارفه الصيف بيحب كتير، بس هنشكل فيها اكتر ان شاء الله. وبعدين بعد ما اشكلها اعملها بقى على المبشره زي ما هوريكي دلوقتي بنعملها، وبعد كده اسيبها في طبق ارصها واسيبها تخمر قد حوالي على الاقل ربع ساعه او 10 دقايق في الحر اللي احنا فيه ده، شويه ممكن يبقى 10 دقايق كفايه، وبعد كده ابدا ان انا اقلب، اديك نتيجه ان شاء الله مفتحه وحلوه محترمه كده ان شاء الله على خير.